بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان قريب، ولو كان يجب أن يكون الإنسان كل عامه شهر رمضان، لأن المسلم في ثورة دائمة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. في البلاد الإسلامية عامة أكو حركات وثورات، وأنا رأيت ثورات وحركات في البلاد الإسلامية قبل ما يقارب 50 سنة تقريبا. الغربيون والشرقيون لما سيطروا على بلاد المسلمين قامت ضدهم ثورات وانتفاضات ونهضات، لكن كل هذه الثورات أكلت وبددت وشتتت. وهو عدم فهم المسلمين. المسلمون عدتهم كثيرة، مبادئهم صحيحة، لكن مو مستعدين أن ينزلوا المبادئ إلى ساحة العمل. كلهم يقولون أمرهم شورى بينهم، لكن أي بلاد الإسلام رأيته حسب المشورة والشورى تعمل؟ وأكثرية الآراء كلهم يقولون إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكن أي بلاد الإسلام رأيتم أنهم يعملون حسب الأمة الواحدة؟ وفي كل بلاد الإسلام يقولون إنما المؤمنون إخوة، لكن أي بلاد الإسلام الإنسان يراه يعمل حسب الأخوة الإسلامية؟ المبدأ صحيح، الكثرة أيضا غريبة. المسلمون 1500 مليون، أكثر من ربع العالم، لأن العالم ما يقارب 6 مليارات، المسلمون أكثر من تقريبا ربع العالم، لكن المسلمين مو مستعدين ينزلون مبادئهم إلى ساحة العمل، ساحة نظر مو ساحة عمل. ومن الواضح أن العمل شيء والنظر شيء آخر. نمثل مثال صغير وكلكم تعايشون هذا المثال. العراقيون ما يحتاج إلى التفكير لماذا صدام سيطر عليهم. العراقيين 15 مليون، وفيهم الحوزات العلمية والجامعات والسيل من المثقفين، الدكاترة، المحامين، المهندسين، الأطباء، الجامعيين، العتبات المقدسة، التجار، الشيوخ، رؤساء العشائر. صدام سيطر عليه أي منس. ثم الأغرب من سيطرة صدام بقاء صدام. شو باقي هذا الرجل؟ صدام مو جيش احتلال. عندنا في الدنيا جيش احتلال، جيش الاتحاد السوفيتي جيش احتلال، جيش الأمريكي جيش احتلال، أما صدام مو جيش احتلال. صدام جمع أبناء نفس المدينة، من الناصرية إلى العمارة إلى النجف إلى كربلاء إلى بغداد إلى كاظمية إلى الزبير إلى شنافية إلى غيرها، جمع هؤلاء وبهؤلاء بقي. هذا أن صدام فرد شيء خارق، أو أن العراقيين مو بمستوى الفهم.
العراقيون في الحقيقة إذا كانوا، والآن لا نريد أن نتكلم حول العراق، إذا حقيقة كانوا مخلصين ويريدون إنقاذ بلادهم، هذا كان مثل شربة ماء. يجتمعون هؤلاء الذين في الخارج في حسينياتهم مساجدهم، كل ألف منهم ينتخب واحد، إذا لنفرض فرد مليون عراقي في خارج العراق يصيرون فرد ألف المنتخبون، هذول يوزعون الأعمال، لجنة ثقافية، لجنة سياسية، لجنة إعلامية، لجنة عسكرية، لجنة اقتصادية، لجنة أمنية، وعزلون الدكاكين في الداخل العراق. صدام في شهر يسقط، لكن ما يريدون الواقع. هسه في الداخل يخافون، في الخارج هم ما يخافون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هم يريدون. وفي القرآن الحكيم مكرر الله يذكر بهذه الحقيقة، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لازم أول إرادة الإنسان، ثم الله يفيض عليه التوفيق. في آية كريمة الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم أول منك الجهاد حتى يكون من الله الهداية. في تصوري أنا أن المسلمين ككل هؤلاء كاذبون عمليا، إلا من خرج بالدليل، وكل كلي له استثناءات لا شك فيه. هؤلاء بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين الله كاذبون، ولذا الله لا ينصره. هذه هي المرة الثانية منذ نصف قرن، وأنا أذكر اللي أراد المسلمون النهوض قبل 50 سنة، أيضا المسلمون أرادوا النهوض. الهند كانت في تلك الأيام مبضعة، وأنا أذكر قيام الهند إلى أبعد الحدود من التبضيع والتقسيم، لعلها 600 حكومة. الصين كانت مبضعة إلى أبعد الحدود من التبضيع، والمستعمرون متغلغلون فيهم. الآن لنمثل لكم بثلاثة أمثلة، ثلاثة منهم كانوا صادقين، المسلمون كانوا كاذبين. إسرائيل كانت مبضعة في العالم في التبضيع هائل. اليهود، حتى أنا أذكر في العراق كانوا يهود موجودين في بغداد، في حلة، في النجف، في كربلاء، في نبي دانيال اللي بين كربلاء والنجف، في البصرة، في كل مكان كانوا يهود وأذلاء. في إيران كانت اليهود الأذلاء، في مصر، في سوريا، في كل مكان. وأنا أذكر أشغال اليهود اللي كانوا في العراق، يعني درجة مو ثالثة وإنما الدرجة العاشرة، كانوا دائما أذلاء. هؤلاء الطوائف الثلاث، يعني الهنود، الصينيون، اليهود، هؤلاء صدقوا في إرادتهم النهوض. هسه أيما كان دينهم، الصين استقلت والنفوس اليوم 1300 مليون، يعني صدق أراد النهوض. الهند استقلت ونفوسها اليوم، الهند والباكستانين 1000، يعني مليار، 1000 مليون و100 مليون، لأن الهند 900 مليون، الباكستانين تقريبا 250 مليون، يعني يصيرون 1150 مليون. اليهود استقلوا واغتصبوا، كلكم تعلمون، هؤلاء الذين لعله 4000 سنة ما كانت عندهم حكومة، لأنهم كانوا صادقين مع أنفسهم، حتى كاذبين مع الله، حتى الشيوعيين ما كانوا يؤمنون بالله، لكن صادق مع نفسه نهض. في نفس الوقت المسلمون أرادوا النهوض، وأنا أذكر هذا الشيء قبل 50 سنة، أنا كنت صغير السن لكن أذكر. هؤلاء أيضا أرادوا النهوض في كل مكان، الإسلام وبلاد الإسلام صارت نهضات وثورات وحركات وكذا شيء، لكن المسلمين كانوا كاذبين مع أنفسهم.
مثل الآن اليوم المسلمون كاذبون مع أنفسهم. قلت أكو استثناء لا شك فيه، يعني نستثني في كل أمة أكو صادق لا شك فيه، لكن الآن شوف في كل بلاد الإسلام أكو نهوض إسلامي لكن هم كذبوا توسقوا. الصدق إذا يريدون الصدق أول شيء يبعدون بعضهم مع بعض، مو كل واحد يقول أنا أفضل من فلان، هو يقول أنا أفضل من فلان، هو يقول أنا أفضل من فلان، هو يقول أنا لي الحق وهو ما إلى حق. هالشكل يتمكنون من النهوض، شيء واضح هذا. يعني هذا مرة ثانية المسلمين يريدون النهوض ويكذبون، كذب. يقولون جاء حفر مرة شافوه في المقابر يخاطب القبور يقول أي كذبة أي كذبة أي كذبة أي كذابين. قال له ماذا تقول هذول أموات؟ قالوا هذول كذابين، هذول كانوا يقولون لي الدار لي السيارة لي الزوجة لي البستان لي الفلوس لي المنصب لي المنبر لي المحراب. وينهم؟ لا منبر لا محراب لا درس لا زوجة لا ملك لا بستان لا فلوس، كذب كل يتبين كذب كانوا. فهو يريد التنبيه بهذه الصورة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات مرة وقف على المقابر وسلم عليهم وقال لهم أما أخبار ما عندنا فقد نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بلادكم ودوركم، هذا خبر ما عندنا، فما هو خبر ما عندكم أيها الأموات؟ قسم من الناس هذول يعتادون الكذب عمليا. إنسان طيب يصلي يصوم يحج حتى يخمس لكن كاذب ما يريد نهوض، وإنما باللسان لقلق في اللسان. شايفين قسم من الناس يقرون قرآن لكن على قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القرآن تراقيهم، يعني ما يروح إلى قلبه. إيه لا احنا شايفينه هواية من القراء الشكل. هسه المسلمين الآن أيضا بعد نصف قرن يجون النهوض لكن أيضا يكذبون، وكذبهم دليل كذبهم أفغانستان شوفه، دليل كذبهم العراق شوفه، دليل كذبهم لبنان شوفه، دليل كذبهم فلسطين شوفه، دليل كذب. إن من يدع الذي ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. واحد يقول أنا طبيب، نسأل منه شنو هذا مرضه، ما يعرف حمى شنو، هذا مو طبيب. واحد يقول أنا عالم، نسأل منه مسألة فقهية ما يعرف الجواب، يعني كذب عالم وعالم. واحد يقول أنا ثري، الظهر ما عد دينار حتى يتغدى به، هذا كذب. إن من يدع الذي ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. شواهد الامتحان تكذبه، الكذب في العمل يظهر. والقول كل إنسان يقول أي شيء تريد. الآن فرد واحد فقير اللي ما يملك دينار يقول أنا عندي مليار دينار، بسيط كلش بسيط. كان عندنا أستاذ الله يرحمه كان يقول اللسان ما عليه جمرك، كل شيء أردت أن تقول تتمكن تقول. فرد واحد بقال يتمكن يقول أنا أعلم العلماء، كلش بسيط. الحقيقة الآن بعد نصف قرن اللي أنا أذكر المسلمون أيضا يريدون النهوض، يعني في كل مكان هم حركة أكو كلام أكو مجلة أكو جريدة أكو اجتماع أكو من هالقبيل، لكن كذب هذا. وفيهم أكو مخلصين، لكن أكو مثل بالفارسي يقولون بوردة واحدة لا يكون الربيع ربيعا، حتى بمئة وردة ما يصير ربيع، بألف وردة ما يصير ربيع. الربيع يحتاج إلى مليارات من الأوراد، بأربعة عشر عشرين خمسين مية عشرة آلاف مخلص ما يصير ربيع، ما يصير نهوض. أنا في تصوري هالإخوان اللي جالسين هنا أي عمل كان عندهم هذول لازم ينتشرون في الأرض واقع ويكونون مخلصين أيضا. يعني قسم من هؤلاء طلبة ولعل كلهم طلبة،
هذا الطلبة يروح إلى بعض البلاد الله الواسعة الفسيحة. الآن عندنا في أمريكا نحن 10 ملايين مسلمين، شوف الفرق بين الكاذب والصادق، وعندنا أقل من 10 ملايين يهود. المسلمون 10 ملايين في أمريكا من مختلف الجنسيات الإسلامية، لبناني، باكستاني، إيراني، عراقي، مصري، سوري وإلى آخره، واليهود أقل من 10 ملايين. لكن اليهود الأقل من 10 ملايين هم مسيطرين على أمريكا، الإعلام ككل بأيديهم، البنوك ككل بأيديهم، الجامعات ككل بأيديهم، البيت الأبيض هم يديروا، البنتاغون هم يديروا، المسلمين صفر. بس الغربيين أداؤهم لليهود أكثر من أداؤهم للمسلمين، لأن الغربيون مسيحيون، والمسيحيون يعتبرون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى نبيهم، المسلمين ما قتلوا نبيهم عيسى، فما عندهم أداء تقليدي مع المسلمين، بينما عندهم أداء تقليدي مع اليهود. لكن اليهود عرفوا في الصدق، عرفوا بأن يكونوا صادقين أقلا مع أنفسهم، سيطروا، راحوا، أثروا، عملوا إلى آخره. اليوم صباح عندي فرد مهندس من نيويورك كان جاي من العراقيين الذين هو هناك، يعني تكلمت ويا بعض هالكلمات، يقول إيه الحقيقة اليهود مسيطرين على كل شيء، مسيطرين يعني اعتبارات مسيطرين، يعني يعملون، يعني يفهمون، يعني يتحدون، يعني يوحدون جهودهم. بينما المسلمين هذا يسيب هذا وهذا يسيب هذا وهذا يهين هذا وهذا يهين هذا، هذا يقول أنا خير من، هو يقول أنا خير من. إذا أنا وصلت إلى مكان أول همي أن أضرب صديقي، إذا هو وصل إلى مكان أول همي أن يضربني، هذا مش معه. كلنا نشوف هذا الشيء. هل أناس يتمكنوا من النهوض؟ وإنما يتمكن من النهوض أناس أقل تقليل صادقون مع أنفسهم. هذا الشيء لا يتوفر فينا مع الأسف، بينما نحن مبادئنا التوحيد والاتحاد والتعاون والأخوة، مبادئ أولئك مو هالشكل. أنا فرد مرة كنت في العراق قبل 30 سنة مع أشبه، كان جاي فرد رجل هو إيراني، كان رايح إلى إسرائيل للعمل، لأن ذاك اليوم يروحون إلى إسرائيل عملية جراحية، رايح لإسرائيل، ثم أجي إلى كربلاء زيارة ومر علي. أنا سألت عن داخل إسرائيل مشاهداته شنو، نقل لي قصص، جملة قصص، من جملة القصص يقول على أنه سوق إسرائيل اللي هو شايفه، سوق تل أبيب، يقول هذا من أعجب الأسواق اللي أنا شايفة، أنا رايحة للعالم ما شايفة الشكل سوق. قلت شلون؟ قال تشوف إنسان قصير فيه، إنسان طويل، إنسان أحمر، إنسان أبيض، إنسان أسود، إنسان يحكي عراقي، إنسان يحكي روسي، إنسان يحكي بريطاني، إنسان يحكي إيطالي. يقول فرج تشكيلة من أغرب التشكيلات، وكلهم أخوة، يعني هم اليهود هالشكل بعد جمعوهم من البلاد العربية إلى البلاد الإسلامية إلى البلاد الغربية إلى البلاد الشرقية إلى البلاد الأمريكية. يقول شو هم حجبة، هم أخذوا الأخوة. إحنا نتعجب لماذا أنه إحنا ما نتغلب على اليهود، إذا تغلبنا على اليهود عجيب، يعني إحنا عندنا أخوة إسلامية في بلادنا الإسلامية، ما شو واضح. وهذن الأشياء مو للقول فقط أو للسماع فقط، وإنما لأن يعمل الإنسان على طبقه. شهر رمضان لا أفضل الشهور، هذول الطلبة أصدقائنا كلهم منتظرين فرد مكان يجون يعزموهم يروحون، هذا حد شيء في الحقيقة، يعزموهم حتى يروحون. وش كثر يكتوهم؟ مو لازم فرد فلوس، لا بأس ب 10,000 تومان، 5,000 تومان، 20,000 تومان. يعني هذا أول على إن الجمود يقول لا تحشك الأروح، لازم حشك تروح. الأنبياء شلون كانوا يروحون؟ ده كانوا يعزمهم الناس،
وقت اللي يروحونهم يبسطوهم الناس، يسبوهم الناس، يهينوهم الناس. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. احنا نقرأ سورة ياسين كل الجمعة، لكن كأنه قراءة فقط، مو تفهم، مو تعقل، مو عمل، مو تطبيق، بس قراءة. وإذا فرض واحد منا مات تقرأ على قبر ياسين سورة حياة مو سورة موت. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا مو موجود. في تصوري الأصدقاء لازم كلهم يتفرقون، واقع هذا زوجته كذا، وهذا ابنه كذا، وهذا محل كذا، وهذا ما يعرف أهالي ذلك البلد، وهذا أعداء، هذا هو ونفقون. وثم وقت اللي راحوا لازم يبشرون بمبادئ الإسلام الواردة في القرآن أقلا. القرآن متيقن خب، وكل المسلمين يقبلون، ماكو هذا الشيء، تبشير ماكو بالقرآن، حتى متن القرآن لا يبشر به، بل الصدق والأمانة والصلاة والصيام والحاجة دون نبشر به. أما هل نبشر نحن بواقع القرآن الذين تركناه فسقطنا؟ بارحة فرد واحد كان جايب لي قطعة من مجلة فيها أرقام بأسماء الذين ساعدوا صدام، 11 شخص منهم كانوا مساعدين، 11 شخص منهم لعلهم يقارب 200 واحد كانوا، 11 الأول مالهم كل واحد مساعدة بعشر مليارات تومان، يعني يعادل 10 مليارات تومان، 11 منهم 100 مليار تومان وعشر مليارات تومان مساعدين صدام. هذا التفرق، هاي نتيجته، فلوسنا يحرق ويصير رصاص على شبابنا، ويفتح السجون ويمتلئ السجون، والتعذيب قائم على قدم وساق، لأن الذين أعرضوا عن الله الله يعرض عنهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في حياته الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا مطبق علينا واقع. تصور يعني بالنسبة لشهر رمضان، هسه هذا الشهر أيضا من الشهور اللي أكو فيها تبشير وتبليغ، ثم الآن 6 أشهر عندنا إحنا تعطيل في الحوزة أو شبه التعطيل، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحج، محرم، صفار، لأن في قوم كل سنة تقريبا 6 أشهر دراسة من الربيع إلى شعبان، ومن رمضان إلى صفار تقريبا عطلة. إنسان يتمكن في هال6 أشهر يروح أي مكان من الأرض يبلغ، يبشر، يجمع، يتكلم، يحكي، ينظم، يظاهر، يعطي الواعي. لعل بعض الأصدقاء رأوا قبل أيام كان عندنا فرد واحد كان من مصر جاي، جايب فرد مجلة أيضا، والمجلة موجودة عندي في مصر معرض أكو قبل شهر تقريبا، في هالمعرض 35 مليون عنوان فقط كتاب، 35 مليون. بارحة كان عندي 2 من الجزائر، هذول يعيشون في فرنسا، صار كلام حول هذا الموضوع، وقسم من الناس استغربوا على أنه 35 مليون عنوان كتاب غير النسخة، عنوان على من عنوان 10 كتب، 20 كتاب، 50 كتاب. بعض الأصدقاء كانوا هنا قاعدين قرأوا المجلة استغربوا، هذول الجزائريين قالوا لا مو مستغرب، قالوا في فرنسا يسوون معارض، وإحنا شايفين لأن هم في فرنسا يسكنون، قالوا يسوون معارض أقل تقدير 120 مليون عنوان أكو فيه. يعني هم حللوا الموضوع، قالوا السبب حتى يحيطوك أنت أصلا تصير مبهوت متفكر في شيء آخر، أي مكان اللي تروح تشوف كتبهم.
الأسلوب الغربي أو الأسلوب الشرقي. الاتحاد السوفيتي يوميا ينشر 5 ملايين كتب يوميا، يعني من الصبح لليل 5 ملايين كتب ينشر، يغزون العالم. شو هذا؟ هذا وأنا قرأت في فرد مطبوع في أمريكا السنة الماضية وزعت على العالم الثالث 9 مليارات كتاب. قدرتهم، مو أنهم هم عندهم قدرة وإحنا ما عندنا قدرة، هم عندهم قدرة وينفذوها، إحنا عندنا قدرة ومننفذها. الفرق هذا هو سيل من الثقافة، سيل من الحركة، سيل من الفكر، سيل من العمل، سيل من التضحية، سيل من الأخوة اللي عندهم. هذا في الحقيقة الآن 6 أشهر عندنا عطلة، وأنا أتصور هذه 6 أشهر اغتنموها فرصة. قسم يقولون إحنا نريد نكمل دراساتنا، لا بأس، جزاهم الله خيرا. الآن أشرطة أكو، أنت بإمكانك تروح إلى بريطانيا أو إلى أمريكا أو إلى إيطاليا أو إلى فرنسا أو إلى أي بلد آخر من بلاد العالم، بلغ، تبشر، تنظم الشباب، تفتح مكتبة، طلع فلوس من الناس، وفي نفس الوقت تستمع إلى الشريط الأشرطة قاسطة. لا درسك راح، لا تبليغك راح، وتقدمت إلى الأمام بمقدارك، وهذا يعطي نتيجة. أما إنسان يبقي في مكانه ويفكر في التفكيرات ضيقة، معنى أنه ألقى النفط على عمره وأحرقه، لا شك كل زينة، لا شك فيه، لكن الكلام هل مقدارك أنت هذا؟ وهل مقداري أنا هذا؟ وفي الحقيقة جاء صب النفط على عمري وأحرقه، لأن عمر ما يرجع، ما فات مضى، وما سيأتيك فأين؟ قم واغتنم الفرصة بين العدمين. هذا واقع جنوبكم الأصدقاء. هسه شوف غريب في الأمر أنه إذا يصير في الشيء في الغار كل مكان يطلعون مظاهرات، أما للمسلمين ولا مظاهرة أبدا. هل كل المسلمين أكو في الغار؟ قلنا في أمريكا 10 ملايين مسلم أكو، في فرنسا ما يقارب 5 ملايين مسلم أكو، في ألمانيا ما يقارب 4 ملايين مسلم أو أكثر من 4 ملايين مسلم أكو، ثم مسلمين متواجدين في بريطانيا بكثرة، في إيطاليا، في نمسا، في كل مكان مسلمين متواجدين، لكن ما يتحركون. أما هم يتحركون. إذا واحد من أصدقاء راح في بريطانيا ونظم شباب أصدقائهم مثلا، أو في أمريكا أو في السويد أو في أي مكان آخر ضد العراق طلعوا مظاهرة، ضد روسيا طلعوا مظاهرة، ضد إسرائيل طلعوا مظاهرة، هذا شو قدر ينفع؟ الإذاعات العالمية تنقلها وتتناقلها، لكن إحنا على مكانات صغيرة وأفكار صغيرة وموازين ضيقة، كل همنا نحن أنه أضرب أخي وصديقي، قصص معروفة وكلكم تعرفونها، هذا كل همنا، هذا واقع، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ملكان ورد على سليمان عليه الصلاة والسلام، يقول هذا أخوي له 99 نعجة، أنا عندي نعجة واحدة ومع ذلك يأخذ نعجتي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال يعني أخي أكفلنيها، يعني خلي أدي أمانة، وعزني في الخطاب، غلبني في المخاطبة البحث. إحنا هالشكل، مو قصة هذا، أنت أمام جماعة وأنا مصديقك كنت، إحنا وقت اللي كنا طلبة، بعدين أنت وصلت إلى مكان وصرت أمام جماعة وفرد 100 واحد يصلون وياك، أنا همي أنه أنت أصلاً لي تكون موجود في هالمحلة، أطلع أكبر. هالأناس طبيعي يسلط صدام عليهم، وطبيعي يسلط مبرك كرمل عليهم، وطبيعي يسلط إسحاق رابين عليهم، بينما هم إخوة، هم إخوة. وذكرنا لكم الآن قصة سوق إسرائيل، العربي والعجمي
وكل واحد يتكلم بلسان وكل واحد فرد شكل وكل واحد عنده فرد عادات، كلهم متراصون في سوق واحد. أنتوا سامعين فرد إسرائيلي يطلع إسرائيلي من بلده، طول الخطاس يهربون ويطلعون منه، أو وسائط أو كذا أو قواعد ممكنة. كل شيء بيد الإنسان، واقع كل شيء بيد الإنسان. لكن قسم من الناس مجادين، قسم من الناس مجادين. قسم الجاد يتمكن أن يخرج حتى في وسط معسكر ويحيط به الجيش، قسم مجاد لا كذا ورواح ومجيء وحكي عادي والأشياء اللي في المجتمع الإسلامي كل موجود. أفغانيين أرادوا أن يحاربوا روسيا، شوفوا شلون حاربوها، مع العلم روسيا قدرة عظمى. العراقيين ما أرادوا يحاربون صدام، ما حاربوها، يعني ما يريدوا. هالقصص الكثيرة اللي أنتم تعرفونها، هذا شهر رمضان وشوال وذي القعد وذي الحج ومحرم وصفر، اغتنموها فرصة. السنة الماضية انتهت وهذه السنة تنتهي أيضا، والفرق أنك عملت أو لم تعمل وينتهي. هالست أشهر إنسان يتمكن أن يتحفظ على دراسته بالأشرطة، أشرطة على الموجود في كل الدراسات، أخذ من جامعة المقدمات إلى درس الخارج له أشرطة. إنسان يروح يجدد حياة واقع، تجديد الحياة هو فرد شيء. أكو كتاب اسمه جدد حياتك. حقيقة نحن نجدد حياتنا أو نفس الحياة السابقة، أكلنا شربنا منامنا طعامنا سفرنا حضرنا روح لجم كران زين، إذا أشياء زينات ما أقول مزينة، لكن هل أشياء وحدها تسلط صدام؟ أما إذا هل أشياء انضمت إلى غيرها مما في القرآن أقل نس السنة ما نتكلم عنها، قالوا كتاب الله وعترة يا أهل البيت. شوفوا نفس القرآن، نفس القرآن اللي حرك المسلمين السابقين، نفس القرآن معك، لكن القرآن للتبرك للدعاء للقراءة إن شاء الله لذلك 19 و21 23 هم نخليه على وسنبك يا الله، وينبك يا الله، وينبك يا الله، هذا معناه يعني أني أقصدك يا الله وأتلقى منك الأوامر وأعمل على طبق هذه الأوامر، نعمل على طبق هذه الأوامر. هذه 6 أشهر تخلوها تفوتكم وتفوتكم إذا ما تحركتوا وما عملتوا. كل إنسان يروح على بلد من بلاد الله الوسيعة يبلغ يرشد يتكلم ينصح يهدي ينظم يفتح مكتبه. احنا بشر، هم بشر بعد، غربيون بشر شرقيون بشر ايضا. شلون صار الشرق يومية يوزع في العالم 5 ملايين كتب واحنا في السنة بنوزع 5 ملايين كتب؟ هم بشر احنا بشر. انا كنت قاري قبل سنتين ان لبنان الجريحة يومية تصدر 1,000,000 كتاب، 1,000,000. اليوم واحد صديق عندي عصور يريد يروح للكويت، كان جاي من طهران يريد يروح للكويت، صار كلام حول هذه المواضيع، قال لا الآن يومية 2,000,000 كتاب تصدر لهم. ومن تصدر هالكتب؟ هم المسيحيون يصدروها، لأن في لبنان أنا حسب علمي 600 دار نشر، هال600 دار نشر 50 دار نشر منهم للشيعة والسنة والأكثرية للسنة، و550 دار نشر للمسيحيين وقسم للشيوعيين. بينما لبنان كل واحد منكم يتمكن يروح ويفتح دار نشر، من أبسط ما يكون هذا الشيء. شلون؟ تروح هناك تأجر فرد دكان كتب يعطوك مجان، أنا على التصريف يعطوك، يعني في اليوم الأول تملأ مكتبتك بالكتب وتترقى. الآن عندنا إحنا 5 أو 6 من أصدقائنا اللي حقيقة ما كان عندهم فلوس لأكلهم، أنا أذكرهم خبز وشاي يأكلون، الآن في لبنان
فتحوا دور نشر ضخمة يعني تجارة وفلوس، ما أحب على أن أسميهم. بس المسيحيين يروحون يسوون، بينما الشيعة في لبنان أكثر من المسيحيين. المسيحيين نصف مليون، شيعة مليون ونص، رغم يشتغلوا. هم يعرفون كيف يأكلون الكتف ونحن لا نعرف. يعني الجبود، هذه الستة أشهر الأصدقاء يحتمون بإذن الله تعالى للانطلاق للسفر، لجمع الفلوس، لفتح المكتبات، لنشر الكتب، لطبع الكتب، لتنظيم الشباب، لإعطاء الواعي، للتبشير بما في القرآن من أحكام وآيات. نظموا لأنفسكم برنامج واعملوا. اللهم على العاملين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني إذا كنت محسنا الله معك، محسن في منطقة الإسلام ها، ومحسن في منطقك، وعلى كل إنسان في نظره أنه محسن، حتى لعله إن شاء الله تعالى فرد خطوة إلى الأمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يوفق الغربيين والشرقيين حتى يأكلوا ثورات المسلمين أيضا مرة ثانية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.